على الغداء كما وعدني، ولكنه لم يحضر. اتصلت به ولكنه لم يرد، وحين انتصف الليل جاء بابتسامة تعلو محياه قائلا: لماذا تنتظريني؟ وحينها تألمت، وحين تألمت تعلمت أنه لن يحترمني أحد إذا لم أحترم وقتي ومالي وجهدي وشعوري ومعتقداتي. تألمت، وحين تألمت تعلمت أنه لن يحترمني أحد إذا لم أحترم وقتي ومالي وجهدي وشعوري ومعتقداتي. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. آخر يوم نتكلم فيه عن العلاقات، ونيتنا كانت لهذا الشهر هي اكتشاف العلاقات. واليوم نبغى تكلمنا شوية في بدينا في السناب، تكلمنا عن خلفية الجوال والنية وإيش اللي تغير وإيش اللي صار في حياتك. فنبغى ندردش عن هذا الموضوع شوية، وبعدين نبغى ناخذ قسط. طيب يا جماعة، قولوا لي اللي حط خلفية الجوال واللي حط معانا النية، ايش التغيرات؟ ايش اللي صار؟ هل لاحظت اي شيء؟ هل لاحظت في علاقة تشافت؟ في وعي مختلف؟ وصلت الإجابة لسؤال في علاقاتك؟ في احد دخل؟ في حد طلع؟ في واحدة في السناب كانت تقول أول مرة أقول لا في العلاقات، ما عمري قلت لا. هذا تطور يعني. إيش التغيرات اللي لاحظتها؟ إيش التغيرات اللي لاحظتها بعد ما نويت هذه النية؟ كثرة العلاقات في حياتي، وفي علاقات راحت. حقائق وتصفيات، في علاقات دخلت. تغيير كبير، شخص غاضب بالعلاقة وأنا كنت باردة. تحسنت علاقتي مع أخواتي، خف تفكيري في الشخص. وصلت لإجابة، أحس بغضب ما أبغى أسامحهم، حطيت الخلفية وشلتها. وانتي لو كملتي كان عادي يعني. هو على فكرة لما ينتهي الغضب ما راح تغضبين ليش انتهى الغضب، خلاص تكوني انت يعني تحررتي تماما. علاقة طلعت فجأة، تتعقد الأمور مع زوجي من حطيت النية. أوكي، صححي الأخطاء قاعدة تطلع على السطح، صححيها. اختبارات عميقة، أمي تحسنت علاقتي معاها بعد عقد كامل. أوه واو، برافو. اكتشفت عن طريق صدفة أو صديقة أن سبب فشل علاقاتي حب الذات. صحيح، شيء مهم. مريت بغضب وأنهيت علاقات استغلال. واو، بطلة. علاقاتي القديمة رجعت. أوكي، رسمت علاقاتي مع الكل. هذا مستوى واعي، إنك يعني تمسك ورقة وقلم وتعيد ترتيب العلاقات. بدأت رحلة تطوير مع صديقتي نحو العلاقة المقدسة. أخذت حقي من شخص استغلني وتجاوزته. يا سلام،
جاني عريس. جه عريس يا جماعة، علاقة خرجت وعلاقة دخلت، عرفت أتعامل مع اللي يستحقني، تركت علاقة سامة مع نرجسي. برافو برافو يا شينا، زوجي تعدل معاي بعد سنة من المشاكل. علاقة 20 سنة من السذاجة والاستغلال وتحررت أخيرا. حبيبتي أنتي AM، تعرفت على شخص أرشدني إيش أسوي بعلاقاتي. الله الله، معلم. صالحت مع زوجي، يا سلام. رموشي بعد، وش فيها رموشي يا جماعة؟ حسيت بالشفقة على ما كنت غاضبة منهم، اي معناها ارتفع الوعي. ذلك لا تزعل لما يجي الغضب، ولا تزعل لما يمشي الغضب. هو يعني له مرحلة، يمر يغير فيك اشياء، ينضج اشياء، يسرع في تنضيج اشياء، بعدين يمشي يخلص. قررت اقول كلام في خاطري من سنة. حلو. زوجي اختفى، لا اله الا الله. واحدة مرسلة تقول زوجي ايش قالت؟ قالت نطلق وزوجي سافر اظن. ففي على فكرة هذا لما يطلعون الناس على طول، ارجع ركز على الداخل، في شيء في الداخل يحتاج ترتيب. لا استطيع اتخذ قرار الطلاق مع العلم اني غير مرتاح بزواجي. اتس اوكي، مو وقته. واجهت المخوفين. برافو برافو. علاقة حب عنيفة. الله، يعني كذا، يعني دبل نظرات وردية. يلا اهم شيء انه انت تكونين عارفة انه انت يعني في البلورة. ما في مشكلة انه حد يلبس النظارة بس يكون عارف انه نفس النظارة، ما في مشكلة انه حد يدخل البلورة بس يكون عارف انه في البلورة، بس اهم شيء الوعي. بس شخص لطيف دخل في حياتي. الله، يا سلام. اخبار جميلة والله، اخبار جميلة، اخبار جميلة. الاشخاص اللي ما حطوا النية معانا ولا حطوا خلفية الجوال، اقول لكم يعني هذه التجارب الاشخاص، كيف انه لما انت تحط نية تنويشي، كيف يترتب لك الكون وتأتي الاشياء. يعني شوفوا مثلا واحدة قالت والله ظهر لي شخص علمني كيف اتصرف بعلاقة. فمرات الادوات حتى تحضر. واحدة برضو مرسلت لي تقول طاح في يدي كتاب وقريته ولقيت فيه حل. فالنية هي اللي تحرك لك الأشياء. واحدة قالت حطيت النية وحضرت غداء منتظر الليل. بس انت حط النية وتترتب الأشياء. ممكن تكون انت يعني جاهز، بس باقي النية، ما احتاج لا تقرأ كتاب، بس حط النية وتتحرك الأشياء. لذلك خلونا نستعد للشهر القادم إن شاء الله، نية جديدة، ونبدأ يعني بداية قوية من بداية الشهر، نحط نية ونشتغل بشكل قوي ومركز. طيب برافو والله، مبسوطة بالنتائج اللي وصلنا لها صراحة. يعني كلنا ما قصرنا، يعني اشتغلنا هذا الشهر شغل يعني جبار، حفرنا في العلاقات لما قلنا بس. طيب اللي ما شاف كل البثوث حقت هذا الشهر يشوفها في اليوتيوب، كلها موجودة في اليوتيوب. يا جماعة سووا لي فولو في اليوتيوب بليز، في مواد كثيرة جدا يعني عبر السنوات موجودة هناك. طيب خلونا ناخذ قست، خلونا نشوف وين وصلنا يا جماعة. بليز انترنت كويس، تكون في دولة يعني مفتوح فيها الانستغرام لايف، لان في دول ما يشتغل، ما نبغى يعني نسوي لغز ونقعد ندور انت وين وكذا. وانترنت قوي، وسؤالك مركز وجاهز. طيب سؤالك مركز وجاهز، لا تقولي انك تفاجأت وانك ما جهزت السؤال، لا، سؤال مركز وجاهز. يلا خلونا ناخذ مين عنده سؤال ويطلع معانا قست.
يلا يا صوفي، صوفيا ولا صوفي؟ السلام عليكم، وعليكم السلام، أهلا وسهلا كيف صوفي. حالك دكتورة؟ صوفي أيوة أنا من بخير، ليبيا. أنا بخير وعافية، أنت كيف حالك؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير، فرحانة بك إني معاكي. يا حبيبي أنت من وين تكلمينا؟ من ليبيا. من ليبيا، أهلا وسهلا، الله شرفتيني. يسلمك الله يسلمك دكتورة. تفضلي سؤالي تفضلي. بسألك، عندي مشكلة في العلاقات الاجتماعية دكتورة. يعني عندي مثلا فجأة انقطعت العلاقة بخالي، بعدها قررت اوكي هو حر، انا قلت اوكي هو حر، مش علاقة معنا، هو حر، هو اللي قطعت قطع، العلاقة معهم. هو اللي قطع، يعني هو فجأة كي قطع، بعدها قلت اوكي اتس اوكي هو حر. بعدها خالي الثاني صارت مشكلة بسيطة، يعني هي مشكلة بسيطة مش كبيرة، بس برضو قرر انه يقطع. حتى لما حاولنا نصالحه معاه رافض رفضا تام. بعد هي دكتورة خالي الثالث. يعني فانا توف ثلاثة من خوالي مقطعيننا بشكل ما بعرف، كانت ماما القصة معنا معايا انا ما فهمتش، بس يعني برضو الثالث سمعنا من برا انه هو مش ناوي يعني قرر انه هو معش يخلي حتى اهله يتواصلوا معنا. فهمتي عليا؟ يعني جاي الأهل أنا ما عادش تتواصلوا معاهم هيك. فما فهمتش يا دكتورة وين المشكلة، وشن رسالتي، شن الرسالة؟ يعني أنا اثنين ما حاولتش أصلا أني صالح. بينهم وبين أختهم، ولا بينهم وبينك، ولا كل العائلة مع بعض؟ هو بينه وبين أختهم، بس حتى أنا من ضمن، يعني من ضمنهم. داخلة من ضمنهم. أوكي. أيوه طيب الأول، هل كان في سبب مشكلة ولا بدون مشكلة؟ نهائي نهائي، ما كانت في يعني مشكلة، يعني بس ما كنا على اتفاق مع زوجته، فمجرد ما احنا خلاص فهو صب في صف زوجته، ما كان في اتفاق بيننا نحن وزوجته. الثاني لا، كانت في مشكلة بيننا، يعني كانت في مشكلة، انا درت شيء فهو اغضبه فقرر قطع العلاقة، يعني مشكلة معايا قرر قطع العلاقة حتى مع الوالد ومع الوالدة. تمام؟ تعتبرين نفسك أخطأتي؟ ايوه اخطات، الخطا بسيط ما يحتاج كل هالقطيعه، بس هو قرر انه يقطع. طيب والثالث؟ حاولت يعني حاولت نصالح وكذا، ما رافض. الثالث ما فيش ولا شيء، المشكله كانت اساسا مع خالتي، المشكله كانت مع خالتي، فقرر فجاه انه يقطع علينا كلنا، يعني الاخوات كلهم بعائلاتهم. يعني تعاطف مع أخته، مع واحدة من أخواته. ايوه هذول كلهم اخوان اشقاء؟ أشقاء. والاخير هذا قطع كل العائلة. الأخوات كلهم، ثلاث أخوات كلهم قطعهم. الشعور امك يا صوفيا، الشعور امك. شوفي أنا ماما لما نحكي معاها تقول علي كيفهم، يعني هم أحرار، ما بعرف شعورها، ما عمرها حستني إن أكيد زعلانة، بس أنا ما بعرف، بس أنا شعوري مرات نحس يا دكتورة إن ليش، يعني الأخوال شيء مهم، يعني ليش هيك، يعني خاصة إني أنا ما عنديش أخوان شباب كثير ولا عندي أخوات، فبحس العائلة عزوة، والخوال شيء يعني مهم وحابة الترابط. أوكي أنا زعلانة، يعني نزعل، يعني أيوة. زعلانة على الشيء هذا، إن كل حد يعني كل حد في عالم ثاني، نحن منفصلين عن بعضنا كليا. طيب يا صوفيا حبيبتي، خليني أجاوبك. شكرا الله جزيلا يسعد قلبك يا دكتورة، لازم مع أنزل السلامة. من عندك، أنا ما أقدر أقفل. حاضر حاضر، حبيبتي يلا مع السلامة. شرفتيني.
طيب يا جماعة، صوفيا عندها 3 أخوال قطعوا العلاقة معاهم. أول خال تقول ما صار في مشكلة، بس كان عندهم عدم اتفاق أو يمكن مشكلة بسيطة مع زوجته فوقف معاها وانقطع، والثاني صار في مشكلة هي أخطأت فيها وانقطع، والثالث انقطع لأنه متعاطف مع واحدة من الأخوات. أول شيء أبغى أقول إنه المشكلة الأولى مع الخال الأول اللي هي صار فيها زي ما نقول هو تعاطف مع زوجته مثلا وقرر إنه ياخذ موقف من عندكم، قد يكون هو شاف إنه زوجته انظلمت مثلا، وكرجل لازم إنه يحمي بيته قرر انه هو ينسحب بدل ما انه يضارب اخته. يعني قرر انه اقل الاضرار، هم راح يظلون يأذون زوجتي يأذونها، فاقل الاضرار خلني انا انسحب. لما يوم من الايام يمكن يقررون انهم هم يتفاهمون معها ويتقبلونها كفرد من افراد العائلة. لانه في كثير من وانا ما اعرف عنكم او عن طريقه تفكيركم ورؤيتكم لزوجه الاخ او زوجه الابن، في كثير بعض الاحيان بعض العوائل تعتبر انه زوجه الابن تظل يعني غريبه او عليها قوانين اضافيه او لها استثناءات اضافيه. يعني في كثير ربك حول موضوع زوجه الابن او زوجه الاخ. لذلك كل ما كانت العائلة أكثر وعياً، كل ما استطاعت أنها تحتوي أبناء زوجات الأبناء أو زوجات الإخوان، كل ما استطاع أن يعتبرونها فرد من أفراد العائلة يتقبلونها بأخطائها. يعني اعتبريها مثل أختك لما تخطي، وش تسوون فيها؟ أختكم صح ولا لا؟ تعدون، تضربون شوي بعدين تعدون تتقبلون. لذلك لما أحد مثلاً يقول لي والله أنا صارت مشكلة ووقفت مع زوجتي وكذا، يعني قد يكون هو شاف شيء. يعني فأنا أقترح لهذا الخال رقم واحد إنكم أنتم تصفون اللخبطة اللي صارت بينكم وبين زوجته، إنكم أنتم يعني ترجعون الأمور إلى مجاريها بينكم وبين زوجته، وما تعتبرونها هي شخص يعني غريب أو عليه استثناء أو عليها قوانين إضافية أو عليها أي مطالبات تخليها يعني ما هي مرتاحة مع هذه العائلة. الشيء الثاني اللي هو الخال الثاني اللي أنت أخطأتي عليه، أنا أعتقد إنه لما إحنا نخطئ على أحد لابد أن نعتذر، لابد أن نعتذر. أنت تقولين الخطأ بسيط ما كان يسوى يعني مكبر الموضوع. شوفي، لما هذا كثير قاعدة مهمة، لما أنت تخطي على أحد ما تقدر تفهم درجة الألم اللي حس فيها بناء على وجهة نظرك. لا، ما تقدر، ما تقدر، ما تقدر. يعني مثلا خلني أقول لك شيء، مثلا أنا ممكن مثلا شخص يدخل علي في الانستغرام يقول لي أنت قبيحة، أنت مو حلوة، بالنسبة لي موضوع يعني عادي جدا، يعني it's okay، يعني عادي جدا جدا. يعني وكثير من الاحيان اصلا ما انتبه ولا اعرف، بس اعرف انه في بنات لو قلت لهم كذا ممكن ما تنام الليل، ممكن يعني كثير تنهز، ممكن كثير يعني تحس انه مستقبلها انهار، خصوصا لما يكون التعليق من رجل. لذلك الناس ألمهم مو واحد، مو واحد. ولما انت تخطي على حد الخطأ الألم اللي حس فيه بذات الخطأ هذا لو صار لك تقول لا هو عادي، مو شرط هو عادي له هو. لذلك ما أقدر أقول أنا أخطيت عليه وهو زعل وكان الخطأ بسيط، ما المفروض إنه زعل هالزعل الكبير. أنا أقول إنه ما دام تخطيت، ما دام أنت اعترفتي الآن إنه أنت أخطيتي، فأنا أقترح إنه أنت تعتذرين. الخطأ اللي أنت سويتيه كلف العائلة كثير، يعني هو الآن زعل عليك وزعل على أمك وزعل قاطع العائلة. ليش؟ ليش؟ الموضوع بسيط. روحي واعتذري، قدمي الأسباب اللي خلتك أنت تخطئين أو تقومين بهذا الخطأ، وقولي إنك أنا ما راح أرجع أعيد هذا الخطأ مرة ثانية، وفهمت إنه خطأ، وسوري إني أنا يعني أزعجتك، سوري إني أنا يعني
أزعجت مشاعرك أو أذيت مشاعرك. الثالث اللي هو تعاطف مع أخت من الأخوات. أنا مش مع الثالث. شوفين الأول معاه والثاني معاه، الثالث أنا مو معاه. الثالث أول شيء شوفي، الأول تعاطف مع زوجته لأن زوجته في الغالب هي الطرف الأضعف، وبالتالي قدام أخته وقدام العائلة هم الطرف الأقوى، فلازم ينتصر للمظلوم. هنا هم في مرتبة واحدة، أخت وأخت، تدخل بينهم ليش؟ تدخل بين خلاف عائلي كي وتنتصر لأحد على حساب أحد؟ فكرة غير مفضلة، غير مفضلة. لما تشوف اثنين من إخوانك يتضاربون، إذا حسيت إنه يعني أنت راح تخسر واحد منهم، بعد إذا حسيت إنك تقدر تصلح صلح، بس إذا حسيت إنك أنت بتخسر واحد منهم، بعد خلاص هذه النار ممكن تحرق الجميع وتحرق كل العائلة. ذلك الثالث كيف هو مشى من نفسه، مشى بتعاطف مع أحد يعني في نفس درجة القوة، ما المفروض إنه يتعاطف بهذه الطريقة. اللي مشى من نفسه يرجع من نفسه. أنا هذه وجهة نظري. خلونا ناخذ قسط. مين جاهز؟ عنده نت كويس وعنده سؤال في العلاقات مركز وواضح؟ مين حصة حبيبتي؟ حاولت أخذك بس ما قدرت. شوفي عشان احتمال إنه أنتي ما سويتي لي فولو، فما يبين، لازم تكون سويت لي فولو. طيب مين فهدة؟ نروح مع فهدة. فهدة السلام عليكم دكتورة، سلام، أهلا وسهلا حبيبتي، سعيدة جدا إنك قبلتيني. يعني حبيبتي شرفتيني يا فهدة. دكتورة حابة أسألك عن شيء أنا صار لي بعد وضع النية، فماني عارفة هو من النية اللي أنا وضعتها أو لا. سامي. أيوة، اللي صار لي إنه هذا الشهر إنه تذكرت انفصالي تقريبا قبل 2 ونص وعلاقتي بطليقي السابق، وتذكرت مشاكلي مع والدي بذيك الفترة وانهرت كثير 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 كثير، يعني فوق ما تتخيلين دكتورة، وبكيت يعني درجة فكرت أروح طبيب نفسي. قلت ممكن إنه هي يعني بوادر اكتئاب أو ما أدري إيش، يعني حتى مع إنه مر على الموضوع 2 ونص بس رجعت يعني ضربت مع والدي مع الأسف يعني، فماني عارفة هل هذا بسبب النية أو لا، إنه هذه النية اشتغلت معايا أو لا. وبس إنه وقت الفترة دي اللي أنا زعلت فيها تقريبا كان وقت اضطراب هرمونات عندي، يعني وقت العادة الشهرية، فما أدري إذا هي لها دخل أو لا. والآن بعد 10 أيام الحمد لله أحس إني هديت وكذا، وحاولت أصلح الأمور وأشوف إيجابيات والدي وكذا، بس ما أعرف يعني هذه النية اشتغلت، وإذا هي اشتغلت إيش أسوي بعد كذا. طيب قولي لي، انت الان دخلتي لي موضوعين على بعض، قلتي ان انت تذكرتي انفصالك بعدين تضاربتي مع ابوك. ايوه، بسبب اشياء هو عملها بوقت انفصالي يعني. ما كان واقف معاك وما كان يعني بالضبط تقريبا. اوكي، سو انت زعلانه على ابوك بس ما انت زعلانه على الاكس. لا طبعا ابدا، لا لا ابدا طبعا، اه بالعكس انا كنت سعيده جدا من انفصالي يعني، بس زعلت من ردة فعل اهلي فقط يعني. لا بس اقصد الغضب اللي فيك، ما جاك غضب عليه؟ شلون يعني دكتورة؟ معليش. انت ما جاك غضب على طليقك ابدا؟ لا، غضبي من ردة فعل اهلي فقط يعني. ايه
وغضبك من ردة فعل أهلك قبل سنتين ونص كانت موجودة ولا توها تجي؟ كل فترة بس كان بشيء شكل طفيف، يعني مو لدرجة إني أكرههم أو إني أفكر إني أتضارب معاهم، يعني كان بشكل طفيف يعني. لكن الشهر هذا أبدا صراحة اللي صار مو طبيعي. كانت أقوى؟ أي جدا جدا، يعني أنا قلت لك فكرت أروح طبيب نفسي، قلت ممكن بوادر اكتئاب يعني. وليش ما رحتي؟ وش اللي منعك؟ لا لأنه هديت خلاص يعني، هذا الموضوع كان قبل 10 أيام تقريبا. من 10 أيام أنا الحمد لله هديت، بديت أشوف يعني إيجابيات والدي، بالذات إنه شخص يعني جيد، مو أب سيء أبدا يعني، بس إنه بحكم المشكلة ذيك ويعني كان له وجهة نظر معينة. ولما الآن تهاوشت ورجعت وتكلمت في الموضوع؟ لا بس هو عارف، أنا متأكدة إنه هو عارف إنه إنه كان غلطان في ذاك الموضوع. هو عارف. ومن يوم انفصلتي ما كلمتيه بوضوح؟ لا أبدا، بس هو كان دايم يحاول يدلعني إيش تبغين، فين نسافر، فين نروح، يحاول يعني زي اللي يغطي الموضوع. يعني كأنه يعتذر بالأفعال. أو بالضبط أيوة. طيب انتي من يوم انفصلتي زعلتي على انفصالك؟ أيوة أكيد صراحة زعلت على يعني على بعض الأمور اللي صارت، يعني كان يمديني أسويها وأتلافى العلاقة دي من البداية أصلا. متى كان هذا الشعور؟ على فكرة إنه انفصالي كان في فترة خطوبة، يعني كتبت كتاب بس يعني. كتبت كتاب. أيوة. والغضب من هذه القصة متى صار؟ من على إنه ما فهمت دكتورة، يعني أنا قلت لك الغضب هذا اللي موجة الغضب اللي جاتني قبل 10 أيام تقريبا. أنا من 10 أيام الحمد لله استتبت أموري يعني. لا أقصد الغضب على القصة كلها، قصة العلاقة هذه بعد انفصالي على بدأت طول. حسيت، أيوة حسيت إنه غلط وجات فترة زعلت وكذا، بس أنا ما انفجرت أبدا يعني، ومشيت حياتي ومشيت أموري والحمد لله. يعني حصلت حتى في الفترة دي 2 ونص حصلت على شهادات، أموري تمام. فأنا انصدمت من هذا، يعني هذا من وضع النية، معقولة اشتغلت معايا؟ طيب خلص أقول لك يا فهد حبيبتي، يلا يعطيك ألف عافية دكتورة. بكي من عندك يا حبيبتي. ما أعرف على قدي. شوفي إذا ما في عندك إكس قفلي كل البرنامج. خلاص تمام دكتورة، يعطيك ألف عافية. الله يعطيك العافية دكتورة. أهلا وسهلا يا جماعة. معقولة انستغرام ما حطوا يعني كنترول عندي؟ أكيد في كنترول بس أنا ماني عارفة، مرة مدورة من كل جهة ما فيه. طيب شوفوا يا جماعة، فهدى حبيبتي تقول إنها كتبت كتابها وبعدين انفصلت، يبدو لي كذا يعني كانت القصة سريعة وما كان فيها نضج وتفكير وكذا، وبعدين لما جت تنفصل أبوها ما كان واقف معها ولا كان مساعدها وكذا. المهم لما حطت النية هذا الشهر جتها حالة غضب واختلفت مع أبوها، كأنها استرجعت الأيام الانفصال اللي مرت فيها. فهي سؤالها هي سؤالها يعني هل النية اشتغلت ولا لا؟ هي النية اشتغلت، بس أنا يعني أقول لك خلينا نروح أعمق من كذا. يعني احنا تكلمنا طبعا عن لحظة الغضب اللي تخليك تساوي او ترتب الامور وترتب العلاقة، وانتي من يوم طلعتي من هذه العلاقة ما غضبتي الغضب اللي يصحح الموقف، ما يعني ما استوت الطبخة عشان انتي تخلصين القصة هذه. ولما انفجر الموضوع المرة هذه، الان انتي على درجة من الوعي انك تحطين موضوع على الطاولة وتكلمين أبوك بصوت عالي وبصوت واضح وشجاع ومؤدب ولطيف، وتقولي ليش ما وقفت معاي؟ وش اللي كان يمنعك إنك توقف معاي؟ ممكن يقول لك والله كنت فاهم الموضوع غلط سوري، أو ممكن يقول لك لأنه كذا كذا أو كذا. أنتي تحتاجين تسمعين هذا الشيء، تحتاجين تسمعين هذا الجواب. والغضب جاي يقول لك خلاص أنا أبغى أحط الموضوع على الطاولة، أبغى أخلص هذه القصة. انت ما تبغين تعيشين طول عمرك، يعني تقولين ابوي جيد
أبوي رجل جيد. أنت ما تقدرين تعيشين طول العمر كل ما صار لك تغير هرمونات قلتي ليش أبوي ذاك السنة ما وقف معاي يوم إني أنفصل، ليش ذاك السنة سوى كذا ووقفتي وجهه. ما تبغين. يبدو إنه عندكم يعني عقد جيد، عندك عقد جيد مع أبوك، قد يكون قاعد يقدم لك طاقة كثير جيدة، بس أنت فهمتي تبادل الطاقات غلط بينك وبينه. أعتقد إنه كثير مهم، كثير مهم، خصوصاً إنه أنت يمكن الآن بيت أهلك، لسه ممكن تتزوجين في المستقبل، راح يكون قد يكون هو اللي يزوجك، هو المسؤول عن جزء من الحماية أو جزء من، يعني هو كأب بيحس بمسؤوليات وراح يقدم لك طاقة. فأنا أعتقد إنه نحط الموضوع على الطاولة، هل هو يبغى؟ طبعاً لا يبغى، طبعاً لا يبغى. رجل لا يريد أن يتحدث عن المشاعر وقاعد يعوض إنه يشتري أشياء ويغطي على الموضوع. أنت تبغين تدفعين إنه تحطين الموضوع واضح، ما تبغين الموضوع يتكرر مرة ثانية، ما تبغين، وبرضه ما تبغين أبوك الآن يكون أخذ موقف ضد الزواج بكرة يوقف ضد زواجك، لأن يقول لا بتزعل بكرة وبتصير قصة. فأنت تبغين الموضوع يكون واضح، تبغين الموضوع يكون واضح إنه هذه هي الطريقة اللي إحنا نبغى نتعامل معها. أنا لما أجي وأحكي لك صدقني، سواء كنت أبغى هذا الرجال أو ما أبغى هذا الرجال. يعني الآن أبوك جاهز، جاهز، صحيح ما يبغى بس هو جاهز بوعيه إنه يسمع منك هذا الكلام. حان الوقت إنك أنت تطورين أدواتك إنك تتكلمين بوضوح وبشجاعة وبلطف، وحان الوقت إنه هو أيضا يتطور معك ويسمع، يسمع جانب بنته اللي تبغى توصل له، تبغى تعلمه وش نسوي في المرة القادمة. طيب ناخذ اتصال، يلا نبغى اتصال يا جماعة. انترنت كويس؟ سؤال واضح ومركز؟ مين جاهز؟ مين جاهز يا جماعة؟ مين؟ توك أحس الكلام والمصارحة صعبة، هذه مرحلتها، وإذا كانت صعبة هذا هو وقت الاختبار. دنيا السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا حبيبتي دنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام، تسمعيني؟ السلام عليكم. أهلا يا دنيا. تسمعيني؟ جدا سعيدة جدا. ما صدقت يا حبيبة قلبي. أنت من وين يا دنيا؟ أنا مو مصدقة. إيه عم بسمعك. أوه كثير متأخر. من وين يا دنيا؟ من الجزائر حبيبتي، شرفتيني. من الجزائر. طيب يا دنيا أعطيني سؤالك وبعدين لا تنسين تقفلين الاتصال من عندك. سمي. يلا. أنا كنت دخلت في علاقة زواج كانت بدون دخول، كانت سريعة جدا، كانت في ظرف أسبوع تعرفت عليه، يعني جاء للمنزل عبر العائلة، كتبنا الكتاب وكانت ما تعرفنا وبدأنا نتفاهم وكل شيء. هو كان سريع جدا، كل شيء كان بدون كل شيء يكون سريع.
أنا وافقت لأني لم أدخل في علاقة من قبل يعني مع رجال، فكانت هذه العلاقة كأني وضعت كل ما أملك من طاقة الحب كل شيء، دفعت كل الأسباب، كنت متفهمة، كنت كل شيء. ثم بعد مدة أتفاجأ بأنه يريد أن يفسخ العلاقة، أن يتطلق. فصار كما أراد، وأنا كنت أظن أنه إنسان صادق وكل شيء، وسبب أنه خسر كل الأموال وأفلست شركته، ولهذا أراد الانفصال. فقلت ما معليش، هو إنسان يمكن مثالي كما كان في نظري، على أنه إنسان رائع، لهذا ضحى بنفسه ولم يرد أن يودي بحياتي معه. ولكن بعد أسبوع أكتشف، بعد يعني أسبوع من القصة، أكتشف أنه كان يطلع مع بنات، يعني خيانة. ثم أكتشف أنه هو كإنسان تعرض للتحرش والاغتصاب في سن 16 سنة. أكتشف أنه يعني في جانب الأخلاق ليس غير جيد. لا أريد أن أزكي نفسي، ولكن أنا لم أقم بعلاقات سيئة أو عادات سيئة. أريد أن أفهم، كنت أحاول أن أتجاوز القصة بالوعي وبدروسك واللايفات وكل شيء، ولكن أحيانا تأتيني أني أسامحه. ساعات أقول أغضب وأقول لا يستحق أني أسامح. لم أفهم الآن لماذا أعيد هذه المشاعر، ولماذا لم أتخلص من التفكير. وبالمناسبة، لقد اليوم تسجلت في دورة تشافي العلاقات، فأنا جد سعيدة. لم أفهم الآن إذا وقبل هذه العلاقة جاء خاطب، وكان حتى أني قلت ممكن أنه تكون هذه علاقة مرتدة للخطيب اللي قبله، لأنه اللي قبله كان في منتهى الأدب وفي منتهى الأخلاق، ولكن تخوفت من المنطقة لأنه كان بعيد علينا جدا. فقلت ممكن أنه كانت علاقة مرتدة، ولكن لا أفهم لماذا غصت فيها، ولماذا أنا كنت المعطى ومش المضحية، ولكن كنت أنتظر ذلك الشخص الذي أعطيه كل القدر من المشاعر التي كنت أكنها وأخبيها له، ولكن لم أقابل بنفس الجزاء. أريد نصيحتك دكتورة. حبيبتي شرفتيني، شكرا. الدنيا اسمعيني، شكرا لك. قفلي من عندك يا دنيا حبيبتي. عارف هي قفلت ولا؟ أوكي ممتاز. طيب دنيا حبيبتي مرت في زواج سريع، كان يعني الرجال كان مستعجل، يعني حطوا تحت 100 خط، كان مستعجل الرجال. المهم بسرعة 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 كذا يعني تزوجها، وبدون دخول تقول تعرفنا على العائلة وبقت بذلت كل جهدها وكل الأسباب وكل طاقة الحب وكل كذا وكذا. وبعدها قال والله أنا فلست، وهو أنت تبغى أسوي يوتيرن يعني. فقالت إيه ممكن، يعني ممكن هو يعني مضحي، ممكن يعني ما يبغى يعني يجرني في الإفلاس وكذا وفي الفقر.
فبعدها اكتشفت انه هو يطلع على بنات وعنده تحرشات الطفولة واخلاق رديئة وكذا. تقولي انا احاول اتجاوز القصة ويجيني تساؤل هل اسامح او هو ما يستحق، وتسأل ليش انا قاعدة اعيد هذه المشاعر، يعني ليش قاعدة اعيدها على طول. وتقولي سجلت في دورة شافي للعلاقات. اول شيء احب اقول لك مبروك وبرافو برافو هذا القرار. دورة تشافي العلاقات راح تحل لك كل القصة، لكن احنا كذا نبغى نتكلم بشكل سريع عن الموضوع. شوفي، أول قاعدة وهذه تكلمنا عنها في غداء منتصف الليل، قاعدة تقول لك إنه في أي لحظة أحد يبغى يسرع أو يبطئ دقي فرامل. في اي لحظه احد يقول لك يلا يلا خلينا نتزوج بسرعه، لانه 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 ايش؟ لانه ايش؟ الطياره بتطير، يعني خلي الطياره بتطير. صار لك كم سنه ما تزوجت؟ الان الان يعني خلال اسبوعين تبغى تتزوج؟ او يقول لك لا لا لحظه، لا كانه بدري، كاني صغير، لا استني لما اتوظف، استني لما استني لما استني لما لما اهلي يوافقون، لما العائله توافق، لما الحاره توافق، لما القبيله توافق، لما الدوله توافق. نعم، فأي أحد يبطل أو يسرع يقول لك بسرعة 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 قبل ما بسرعة قبل ما يصير كذا بسرعة بسرعة. لا، ليش؟ ليش؟ ما دام في سرعة وفي بطء في خطأ. ما دام في سرعة وفي بطء في العلاقة معناها في خطأ، في خلل في الموضوع. العلاقة الطبيعية تكون متزنة، تكون متزنة، تحس أنت أنها جاء وقتها، جاء وقت الزواج، جاء وقت الزواج، جاء وقت عمق العلاقة، جاء وقت عمق العلاقة. لكن لما تحس انك تعرفت على واحد اليوم من بكره وانتم رايحين لبيوت بعض وبتكلمين في موضوعات عميقه ومعترفين لبعض اعترافات خطيره، تحس الموضوع مو طبيعي. مو طبيعي، والعكس صحيح. لذلك لما يجي شخص يقول لك والله بتزوج وبسرعه وعشان والله هو مبتعث وبيطير، يعني خلوه يطير. خلوه يطير، يعني مش ليش يعني هي شنطة البنت كذا، يعني بسرعة بسرعة عبوا الشنطة وخلونا نمشي. لا، أصلاً حتى يعني المرأة تحتاج وقت إنها تبني شعور، تبني استعدادات فكرية مشاعرية، إنها تحس إنها بتصير زوجة، تحس إنها بتدخل قصة الزواج. هذه يبغالها استعداد، يبغالها استعداد نفسي. صحيح إنه بسيط إنك يعني تشتري يعني الفستان الأبيض في يوم وليلة، بس الشعور ما ينبنى في يوم وليلة، ما ينبنى في يوم وليلة. إحساس إنه أنت زوجة ما ينبنى في يوم وليلة. حتى على فكرة الشباب، لما تجيك واحدة تقول يلا بسرعة 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 تعال خطبني، لا ولا ترى أهلي والله ترى ليش؟ ليش هو في يوم وليلة لازم أخطب ولا بتطيرين؟ يا عمي طيري طيري. ولا تقول لك لا مو الحين، استنى ما أعرف. ما راح تقبل هذه من حينها، ترى مقفل الباب بس قاعد تصرفك. فدائما في العلاقه، سواء كانت علاقات عاطفيه او حتى علاقات عاديه، في ابطاء غير طبيعي او في تسريع غير طبيعي، القصه مش طبيعيه. القصه مش، لذلك واضح من الاول ان القصه هي اختبار، هي ما هي قصه يعني للعيش، هي ما هي قصه للعيش اصلا، هي جايه كذا رساله وماشيه. لذلك كان طبيعي انه يكون هذا الفسخ الطلاق قصة الإفلاس هاي. صراحة أنا ما أصدقها، ما أصدقها، يعني أفلست والله سوري، يعني ما عشان أنت ما تعيشين بالفقر، أنت يعني فوق راس كريشة ما تعيشين بالفقر، يعني أنا عادي أتحمل، يعني أنا رجل. صعب صعب تصدق هذه القصة، يعني قصة الإفلاس صعب تصدق. لكن أنا والله يعني عندي حماس إني أعرف وش اللي خلاه يتزوج بسرعة. عنده قصة هالرجال، عنده قصة. هل كنتي يعني العروسة اللي تبغى تتورى الوحدة من البنات؟ هل كنتي البنت اللي تبغى يعني تثير غيرة أحد؟ هل كنتي البنت اللي يبغى يتمم صفقة بزنس عشان قدام الشريك ولا قدام الشركة الفلانية؟ يعني انت استخدمتي لشيء، يعني فوق السرعه هذه انت تم استخدامك، بس انت الى الان ما وصلت لهذه القصه. تم استخدامك، انت كنتي ورقه، كنتي ورقه بسرعه 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 بسرعه، في واحده احنا قاعدين نبتزها، في شركه احنا بنوريهم ان اسره سعيده،
في وحده نبغى نخطبها، نبغى نوريهم انه انا رجل صالح، ايا كان تم استخدامك، تم استخدامك يعني ما ادري وش القصه والله، يعني اثرتي فضولنا لنعرف وش ذا، بس راجعي الموضوع، راجعي، واعتقد انه انت لازم تعرفين، اعتقد لان هذه قصتك وهذه تجربتك، واعتقد انه عندك المعلومات في اللاوعي، يعني انت شفتي شيء وحصلت احداث بس يمكن ما كنتي مركزه وتعتبرينها اشياء عاديه، لا انت تعرفين، طيب انت تعرفين القصه اللي صارت، وانت يعني استخدمتي وانتهت الصلاحيه بعدين، بعد ما استخدمك ما عاد يحتاجك يعني كذا. واعتقد برضو عدم الدخول بعد هذه قصه ثانيه احتمال انه هو يعني احتمال يكون جاي، واحتمال انه لا انه هو يعني ما يبغى يحس بتأنيب ضمير، يعني من بدري مرتب الموضوع من قبل الزواج، هو عارف انه اسبوعين او اسابيع وبعدين طلاق وكذا، فهو ما يبغى يعني يحس لما يجي يطلق يحس بتأنيب، يبغى يحس كذا براحه انه هو ما سوى شيء، تمام، ما سوى شيء يعني. فبرضو هذه قصه ملفته، هذه قصه ملفته. طبعا يعني على قدر الـ شو اقول لك، على قدر الشياطين اللي والخطط اللي جوا هذا الشخص، على قدر في المقابل رؤيتك للموضوع بطريقه كثير بسيطه، وانه هو مضحي وانه كذا، ذلك كان هذا الانعكاس لابد. هي القصه ترى مليانه الم، مليانه الم، يعني انت ما قلتي ولا شيء من الالم، مليانه الم، يعني كيف عدم الدخول، كيف زواج بدون دخول، كيف تم استخدامك، كيف قال لك اني افلست، كيف كلها هذه مليانه الم، مليانه الم. هي هذه قصه محبوكه كذا يعني، وهم عارفينك او عارفين اهلك، عارفين انكم ناس طيبين، ويعني وما عندك علاقات ولا عندك خلفيه عن الناس الرديئه، وبيئتك يمكن بسيطه، ولا عندكم ما عندك خلفيه عن الناس التعبانه في الحياه، والناس الخاينه، والناس المجرمه، والناس النصابه والمخادعه، وما عندك خبر عن زير النساء، ولا عندك خبر عن المتلاعبين، كل هالاشياء ما هي بمجالكم ولا هي حولكم. فيا اما هو عارفك، يعني في احد قايل شوفوها هذه ترى كثير طيبه وكثير شفافه، وما راح تتوقع اي شيء يعني، او انه اهلك هم معروفين انهم طيبين ويعني سمحين وبسيطين، فقالوا يلا نستخدم بنتهم في هالقصه هذه، ذلك هو رديء يعني. وإذا تسألين أسامح أو ما يستحق المسامحة، طبعاً سؤالك يدل إنك ما تمسحها. اللي سامح يا جماعة هو يعني ما يسأل، خلاص تصير القصة انتهت، فأنت ما سامحتي، وصراحة أنا أدعوك إنك ما تسامح، ما هو وقت المسامحة، لسه صراحة بدري لسه، أنت هذه القصة لازم تتفكفك، لازم تجاوبين على كل تفاصيل القصة، ليش الزواج صارت، ليش ما دخل، ليش وش قصة أفلس هذه، وش استخدمتي لإيش، وش المدة هذه، وش المعنى منها، هذه كلها لازم تتجاوب عليها عشان انت تعرفين وش الموضوع، كل الموضوع، والشيء اللي انت استخدمتي فيه هذا له معنى بالنسبة لنا، له معنى في طاقتك، احنا محتاجين نعرفه. فما هو وقت سماح، لا الحين هو وقت انك انت تفهمين القصة. وتشافي العلاقات في 27 سؤال راح تجاوبين على هذه الأسئلة، وقد تبكين وقد تضحكين وقد تصفنين وقد يعني تتلخبط كذا مخك، لكن متأكدة أنك راح تجاوبين على هذه الأسئلة، وراح تعرفين تفاصيل كل القصة هذه. هذا اللي أبغى أقول لك يا دنيا، يعني ما شاء الله عليك نفسيتك كثير جيدة، ويعني طرحتي الرجل بطريقة كثير إيجابية، مع أنه يعني القصة رديئة، قصة كثير رديئة. طيب يا جماعة، ما معنى وقت ناخذ جست، بس خلونا ناخذ من الصندوق، يمكن نلقى كذا يعني سؤال خنفشاري نختم فيه الشهر هذا، ولا خل نشوف، إذا ما لقيت خلاص نختم بدون أسئلة خنفشارية.
طيب، إن يعني نكرر نفس الأسئلة كثير، أسئلة على العلاقات الكارمية تنعاد نفسها مرة بعد مرة، ما شفتوا أسوأهم في شهرين. طيب يا جماعة، أبغى يعني في ختام هذا الشهر أقول لكم كلكم شكرا جزيلا، كل اللي حضر، لكل اللي حط نية، لكل اللي حط خلفية الجوال، لكل اللي حضروا الكورسات، شكرا شكرا مليون شكرا، ما قصرتوا، أسئلتكم، وعيكم، حضوركم، اهتمامكم، كل هذا خلاني أعطي أكثر، خلانا نحفر أكثر، خلانا نتعمق أكثر، خلى كثير من يعني الطاقة هذه تتحرك، تتحرك في كل بيت، عند كل شخص، في علاقات كثيرة. فشكرا شكرا أنكم موجودين، شكرا على اهتمامكم، حرصكم، وحضوركم. اللي ما حضر هذا الشهر يمكن قدمنا أكثر من 20 ساعة، أعتقد أنها 20 ساعة يمكن. اللي ما حضر انستغرام لايف يلقاهم في يوتيوب، كل الحلقات مسجلة وموجودة في يوتيوب. بليز احضر في يوتيوب، اعمل فولو، اعزم أصحابك، أرسل لأصحابك روابط إذا شعرت أنك استفدت. استعدوا للنية الجديدة، نبغى نبدأ شهر جديد ونية جديدة. وأعتقد أن ما قصرنا، يعني تكلمنا عن العلاقات بما فيه الكفاية هذه السنة، يعني أشبعنا الموضوع يعني حديث. وإذا حسيت في يوم من الأيام أن عندك أي مشكلة في العلاقات، أرجوك روح اليوتيوب اكتب سوية ناصر العلاقات، شوف كم موضوع راح يطلع لك، راح تلقى أن كثير قلبنا الموضوع، تكلمنا عن كارما العلاقات والعلاقات المرتدة تشافي العلاقات والعلاقات الخطرة والعلاقات السامة، وكثير كثير أشياء غصنا فيها. فممكن بعد فترة تحتاج أنك تجدد معلوماتك، أنك تسمع أكثر، أنك تراجع، ممكن أحد يشكي لك، برضو أرسل له رابط، خلي الكارما هذه تلحقك. وخلونا نستعد إن شاء الله بكرة شهر جديد ونية جديدة، وخلوكم موجودين. أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا اليوم. شكرا للايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل. تصبحون على حب.